فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. للأسف الملعب التونسي فشل في التأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد الهزيمة البارح في الليل ضد اتحاد العاصمة الجزائري 2-0. أهداف كيفن مونديكو دقيقة 75 وهدف ثاني للفريق الجزائري، احتسب ضد بلال الماجري دقيقة 93. ماتش الذهاب ذكر وفاه هدف مقابل صفر للبقلاوة، وبالتالي فريق تونسي وحيد في الكونفدرالية الإفريقية هو نادي رياضي صفاقسي، وهذه القائمة الكاملة للفرق المتأهلة. نلقاو الزمالك المصري نهضة بركان المغربي ومدرب معين الشعباني، الملعب المالي فريق سيدي لواندا سول الأنغولي، شباب قسنطينة الجزائري، نادي رياضي صفاقسي، سيمبا التنزاني، أورايا يونايتد من بوتسوانا، أونزي برافوج من أنغولا، إنيمبا النيجيري، سيخيخون يونايتد من جنوب إفريقيا، أسيك ميموزا الإيفواري، المصري البورسعيدي، اتحاد العاصمة الجزائري، ومدربه طبعا نبيل معلول كما قلنا تأهل على حساب الملعب التونسي، وجيراف ديكارا السنغالي. في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم ممثل وحيد هو ترجي رياضي تونسي بعد انسحاب الاتحاد الرياضي المونستيري. ترجي سيكون في المستوى الأول للقرعة، القرعة نذكر متاع المسابقات الإفريقية نحكيه على الكونفدرالية وشامبيونز ليج يوم 7 أكتوبر القادم في مصر. إذن ترجي في المستوى الأول مع الأهلي المصري سان داونز ومازيمبي. التصنيف الثاني فيه كل من شباب الوزداد الجزائري، يونغ أفريكانز التنزاني، بيراميدز المصري، والرجاء البيضاوي المغربي. التصنيف الثالث الهلال مع أورلاندو بيرات، مع ساغرادا، مع الجيش الملكي. تصنيف الرابع مانيما يونيون، مولديتا الجزائر، استاد أبيجان. إذن هذوما الفرق طبعا المتأهلة إلى دور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم البارح مباراة من جولة الثانية في رادس، نادي الفريقي انتصر على شبيبة العمران 2-0. الأهداف جات من كينسلاي إيدو لاعب نيجيري الدقيقة السادسة من المباراة، افتتح النتيجة لفريق نادي الفريقي، ثم حمزة بن عبدة سجل الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط، يعني الدقيقة 11. هذا الفوز الثاني لنادي الفريقي بعد الانتصار على اتحاد بن قردان في الجولة الأولى جزائيا 2-0. انتصار يحكي عليه مدرب نادي الافريقي الفرنسي دافيد بيتوني. très satisfait de l'entame de match parce que c'était le plan de jeu qu'on avait mis en place, c'est-à-dire rapidement pouvoir marquer 2-3 buts. On l'a fait. Après on s'est un petit peu relâché parce que l'équipe adverse aussi bon bah ils ont essayé de revenir au score. On a perdu quelques ballons qui a fait que l'équipe adverse est revenue un peu dans le match au niveau des duels, au niveau des attaques. À la mi-temps, on a réglé quelques points tactiques. Ça a été une deuxième mi-temps avec des bonnes choses, des moins bonnes choses. On n'avait pas toujours la maîtrise du jeu, mais globalement, on a contrôlé le match. Et ensuite, une autre satisfaction, c'est la rentrée des 5 joueurs, où on a vu que finalement, on a gardé un équilibre, on a gardé une idée de jeu. Alors en effet, en tant qu'entraîneur, moi et mon staff, on n'est pas satisfait à 100%, mais par rapport au début de match, au contenu, l'envie, le contexte et les 3 points et la première place au classement, on est content. وبعد الانتصار في الجولة الأولى على قوافل القفصة 2-1، هذه الهزيمة الأولى لشبيبة العمران في البطولة، هزيمة يتحدث عليها المدرب لطفي القادري. كنا خايفين نقوم اللي 15 مينوت أنه مع وليدات صغار ما همش متأقلمين ومستنسين بالاتموسفير متاع العدس، دونك من سوء حظنا قبلنا 2 أهداف، لكن هنا با لا شيء. جينا باش نلعبوا الكورة، ما جيناش اليوم باش نسكروا والا نربوا لعب. وصلنا سواء في الشوط الاول خاصه الشوط الثاني للكلوب افريكان، كنا نجم نسجلوا، لكن خسرنا مباراه، لكن ربحنا اكسبيريونس اهم شيء، لانه ما حتى في الديسكور نتاعي مع اولادي قلت لهم احنا الشامبيون نتاعنا ما هيش مع لي كرون كلوب بين ضفين، ما ثماش لي كلوب، لكن ثم الكاليبر نتاعنا. هذا هو بالنسبة لطفي القادري، تقريبا القاسم المشترك في زوز تصريحات دافيد بيتوني ولطفي القادري، هو رغم الهزيمة متاع شبيبة العمران والانتصار متاع نادي الفريقي، فأنه التصريحات تقريبا كانت في نفس الإطار. بيتوني ولطفي القادري أجمعوا زوز أنه راضين على أداء الملعبية متاعهم، راضين على طريقة اللعب، خاصة بيتوني اللي يقول في بداية المباراة كانت البداية قوية، لطفي القادري ربما العكس شوية، يقول البداية كانت متاعنا صعيبة ثم تحررنا شوية. بداية موسم، هذوما زوز مدربين أجمعوا على رضائهم على النتيجة.
إلى حد الآن تلعبوا أربع مباريات من الجولة هذه. هزيمة قوي في القفصة ضد ترجي جرجيس 3-1. الأولمبي الباجي انتصر على مستقبل جابس هدف مقابل صفر. اتحاد تطاوين فاز على نادي رادي بنزرتي 2 مقابل صفر. هذوما مباريات منذ الأسبوع الماضي. ونذكر كما قلنا نادي الإفريقي انتصر على عمران 2 مقابل صفر. بقية المباريات يوم الأربعاء مع 3:30 في قربة، المستقبل الرياضي بسليمان يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. طبعا المستقبل الرياضي بسليمان ملعبه مازال ماهوش مؤهل لاحتضان المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه فريق اتحاد بن قردان أيضا مباراة مع 3:30 يوم الأربعاء. يوم الخميس اكتمال الجولة من خلال مباراة 3:30 دون حضور جمهور في باردو الملعب التونسي مع نجم المدلوي. الملعب التونسي تحت طائلة العقوبة منذ نهاية الموسم الماضي، وبالتالي المباريات الأولى هذوما قاعد يلعب فيهم دون حضور جمهور، خاصة المباراة الأولى ليه في باردو على أرضية ميدانو. والاتحاد الرياضي المونستيري في دربي الساحل يواجه فريق النجم الرياضي الساحلي. المباراة تقام على الساعة 6:00 كما قلنا يوم الخميس هذا اكتمال الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كرة اليد البارح تلعبت مباراة متأخرة من الجولة الرابعة لبطولة قسم النخبة، انتصر فيها مكارم المهدية على الاتحاد التميمي بنتيجة 37 مقابل 34. ونعطيكم نتائج الكاملة للجولة هذه، نتائج الدفعة الأولى للمباريات اللي تلعبت يوم السبت بالنسبة لبطولة قسم النخبة لكرة اليد. النادي الإفريقي انتصر على نادي كرة اليد بجمال 29 مقابل 22. البعث الرياضي بابن خيار انتصر على هلال مساكن 33 مقابل 30، إذا انتصار بعث ابن خيار في المباراة. سبورتينغ المكنين ينهزم ضد نصر طبلبة 22 مقابل 21. ترجي الرياضي التونسي يفوز على نادي سقيت الزيت 27 مقابل 23. والنجم الرياضي الساحلي انتصر على الجمعية الرياضية بالحمامات بنتيجة 28 مقابل 22. نكمل بأبرز النتائج خارج تونس في الدوريات الأوروبية. البارح برشا إثارة وبرشا مباريات يعني تحسمت نتيجتها في الثواني الأخيرة. خلينا نبداو بألمانيا ونصعدوا النسق بشوية بشوية. باير ليفركوزن انتصر على فولسبورغ 4-3. شتوتغارت يفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة عريضة 5-1. في انجلترا مباراة مثيرة جدا، السيتي ينتزع التعادل دقيقة 98 بعد يعني ما كان متأخر ضد أرسنال 2-1، نتيجة نهائية 2-2 في المباراة. في بطولة إسبانيا فياريال ينهزم ضد برشلونة 5-1. ومقابلة كبيرة في فرنسا ليون أولمبيك مارسي 3-2 والفوز لمارسي في دقيقة 95. ديربي إيطاليا ولا ديربي ميلانو بالأحرى، لينتر ينهزم ضد ميلان 2-1، هدف الفوز للميلان جاء دقيقة 89. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.